حاجه طفل مريض. انا جايبه هنا، هنا في من كتر الاعداد المكتظه وباء، وباء فعلا، في عندي نقص مناعه ابني، وانا جايبه هنا يعني حتى تكالي هيك. يعني اليوم سبحان الله بتلاقي الواحد يعني مناظر بتحز في القلب وبتجرح القلب، وكذلك النساء تحت يعني الوضع صعب جدا، ولسه بيجينا كل يوم بيزيد الوضع، بس مش قادرين نستوعب. يعني وصل المسجد فوق وتحت لمرحله مش قادر يستوعب حدا، وبيجونا ناس نايم في الشارع، انا بنخش بقول يا جماعه خذوا بعض يا جماعه، يعني صحيح الوضع مزري. تكاد تكون معدومة، هان المية دائما تقطع، يعني طبعا كهرباء نهائيا فيش كهرباء، يعني بالعافية بالعافية بضغولنا ضو خفيف خفيف، لا نقدرش نعمل أي إشي على الكهرباء، طبعا فيش غاز فيش أي حاجة.